اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا في حصه بوضوح يشرفني ويسعدني ان يكون ضيفي اليوم في هذا العدد السيد الشيخ الهاشمي سحنوني القيادي السابق في حزب الجبهه الاسلاميه للانقاذ المنحل اهلا وسهلا بك شيخ اهلا وسهلا شكرا على تلبيتك الدعوه الله يحييك شيخ ربما نتحدث مباشرة نتحدث عن الأوضاع السياسية الوضع العام اللي تعيشه بلادنا ك... ك... كيف تشوف هذا الوضع يعني عموم الوضع السياسي اللي تعيشه البلاد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي حقيقه ان السؤال هذا سؤال كبير وعام والاجابه ينبغي ان تكون مستفيضه ولكن سنحاول ان نقدم معتصر المختصر كما يقال الوضع السياسي عموما في العالم كله وخاصه في العالم العربي وبوجه اخص في الجزائر يعيش متناقضات كثيره وصعوبات كثيره وهو خاضع لمعطيات بعضها داخلي وبعضها خارجي ولذلك ينبغي إذا كان حبينا ندير تحليل للوضع السياسي ينبغي أن نركز على نقطة معينة أو على قطاع معين حتى يمكن أن نعطيه حقه أما عموما هكذا نقول أن الوضع السياسي عندنا وضع يعني دون المتوسط يعني وضع سياسي ضعيف سواء من جهه السلطه بكل صراحه يعني سواء من جهه السلطه او حتى من جهه المعارضه يعني ف يعني السلطه ضعيفه والمعارضه ضعيفه سي نعم الشيخ نعم نعم لا شك والسلطه ما تقدرش تكون قويه اذا كانت المعارضه ضعيفه وكذلك المعارضه يعني ما تقدرش تكون معارضه قويه اذا عندها سلطه ضعيفه فكل واحد ينعكس على الاخر ولذلك احنا رانا نعيشوا في ضعف وفي تدهور نسال الله العافيه يعني طيب نبداو نشخصوا في الامور شيخ وانت تكلمت عن التفاصيل نتحدث عن التفاصيل نتحدث عن حدث الساعه وهو تعديل الدستور المرتقب الذي اثار الكثير من من الحبر البعض يتحدث على انه سيكون في نهايه شهر افريل انت ذهبت شيخ للمشاورات تاع تعديل الدستور لقيل قيل انذاك بانه سيكون توافقي أه لحد الان نسخه لم 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 يعني يعلن عنها ولم تكشف بعد وثيقه تعديل الدستور خليني نسالك بصراحه شيخ ندمت انك رحت للمشاورات تاع تعديل الدستور والله وشوف انا صراحه انا كل ما دعيت سواء من قبل السلطه او من قبل غير السلطه يعني كلما دعيت الى امر اشعر ان فيه خير ولو قليل ما وش لازم يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله فكل ما نشعر أن هناك خير ولو قليل أستجيب إذا قضية نندم ما نندمش لأنني ما درتش حاجة نتاع باش نندم عليها لكن صراحة السلطة في الجزائر أنا نشوف بلي سلطة ماهرة جدا في تضييع الوقت فهي دارت لجنة برئاسة بن صالح ودرست الدستور والمقترحات ونحن حينها لم ندعى لذلك، لم يعني لم توجه لنا الدعوة. ثم راحت هذه المشاورات وأصبحت في خبر كان، والآن داروا مشاورات أخرى برئاسة مدير الديوان ويحيى على بإشرافه. ويبدو لي أنها أيضا راحت في خبر كان. والآن راهم يتكلموا على تعديل دستوري مانيش عارف بالطريقة اللي راهم يشوفوها. هذا كله تضييع للوقت. أنا في البداية نقول لك صراحة مانيش نشوف أن أزمة الجزائر هي أزمة دستور مم. أبدا القوانين موجودة والدستور موجود ولكن مشكلتنا احنا في الجزائر هي مشكلة من يحترم هذا الدستور ومن يطبق أحكام هذا الدستور ومن يطبق القوانين عموما في البلاد هذه هذا هو اللي راه عندنا مشكل كبير فيه ورانا متخلفين فيه كثير يعني لذلك أنا نقول هذه مضيعة للوقت كان الاولى انهم يرجعوا للاقتراحات اللي اقترحناها في جواء اللي فات ويديروا الصيغه النهائيه وهكذا قالنا ويحيى احنا قلنا راح تكون صيغه نهائيه نتاع الدستور ورايحين نعاودوا نبلغوكم يتصلوا بكما ايوا يتصلوا بنا ويبلغونا وانا كنت اقترح قلت لي ما لا تكون ندوه وطنيه يحضروها كل الناس اللي اللي يعني يعرضوا عليكم يعني الوثيقه النهائيه نعم نتاع التعديل نتاع التعديل هكذا قال لكم ويحيى هكذا قال ويحيى ولكن منذ ذلك الحين الى اليوم ما اتصلوا بنا ما لنا لا من قريب ولا من بعيد لا من قليل ولا من كثير هاي واش كاين ولا ها واش كاين فديما هكذا احنا نخدموا خدمه ونخليوها تروح ثلاث سنين اربع سنين نعاودوا نوليو نخدموها نزيدوا نخليوها تروح قلت لك السلطه عندنا ماهره جدا في تضييع الوقت طيب أه تشوف كما تروج بعض الكتابات او تقول بعض المعلومات بان هذا التعديل الدستوري بين طياته يحمل صراع بين اطراف السلطه، خليني نقول بين المخابرات والرئاسه كما يروج. لا هذا تقريبا الان صار ملموس صراحه يعني الصراع الان في اجنحه السلطه عندنا موجود. تأكدوا الملا... يعني انا نحسه كثير والملامح نتاعو بدات تظهر واني خايف يجي وقت وين ينزل للشارع تماما يعني. شيء وال... خطير شيخ خطير جدا. كيف إيه يعني؟ خطير جدا انت لما تسمع أه واحد رئيس حزب م. أه عتيد وعريق وقديم وكذا م. وهو من موالين لبوتفليقة يتكلم على الديالاس ويتكلم على الرئيس تحدث عمار سعداني هاي والله بالضبط وبكل آه. صراحه وبكل وضوح وفي في الاعلام العام الى اخره، ما يبان لي ان هذه الصراعات كانت خفيه منذ خمسين سنه الان بدات تخرج الى العالم، واذا خرجت الى العالم ستضر اكثر مما تنفع، يعني صراحه انا لا ارى فيها اي خير وأي منفعة لا للجزائر ولا للشعب الجزائري ولذلك أنا نقول أن هذه الاقتراحات اللي قدمناها وخذوها وقالنا أبو يحيى أنها يأخذوها بعين الاعتبار ويقدمها للرئيس وكذا أين ذهبت ما مصيرها؟ هل الان رايحين من نقطة صفر يعني إعادة نقاش جديد واقتراحات جديدة؟ هل ما عارفين، الأمور غامضة جدا في البلاد هذه، والسلطه تاعنا تمشي بغموض كبير جدا يعني ما تقدرش تعرف بالضبط وين رايحه ولذلك انا أقول باللي يعني الظروف السياسيه وللواقع السياسي عندنا واقع سيء للغايه يعني بعد ما رحت عند عند السيد وزير الدوله مدير الديوان وشاركت في مشاورات تعديل الدستور اتصل بك مسؤول كبير في المخابرات الوطنيه والجزائريه اتصلوا بي نعم صراحه هذه اتصلوا بي الدي ار اس ونحكي لك باختصار يعني بالتفصيل معليش ايه فانا لما جيت من عند يحيى اسبوع ولا 10 ايام بعد ولا مانيش يعني عارف المده بالضبط عاودوا اتصلوا بي الجماعه نتاع الدي ار اس وانا كنت صريح معاهم قلت لهم شوفوا قلت لهم هل الاتصال اللي راكم درتوه معايا هل هو بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية أم هو بالموازاة مع رئاسة الجمهورية فهم قالوا لي لا هذا بالتنسيق وما كانش مشكل وحنا رانا ننسقوا بيناتنا إلى آخره أنا قلت لهم قلت لهم نرجع للبيت الآن غير نوصل نعيط لأو ونسألوا إذا راكم تنسقوا ولا لا قالوا لي إيه معليش لما رجعت فعلا أول حاجة درت عيط لأو قلت له راه متصلوا بيا الديارس هل هذا فيه تنسيق بينكم وبينهم ولا عمل موازي قالوا قال لي بعد قال لي لا سي لا ان هذا امر فيه تنسيق ورانا نخدموا مع بعض وما كانش مشكل يعني ف اتصل بك مسؤول كبير في المخابرات حسب ما, ما عندي من معلومه برتبه لواء لا القيادات نتاع الديار انا صراحه ما نعرفش نصنفهم انا باستثناء توفيق اللي هو المدير المخابرات الاخرين ما نعرفهمش نسمع بالاسماء نتاعهم لكن ما نعرفش الرتب نتاعهم ولا المناصب نتاعهم ولا ما نعرفهمش وبالتالي انا ما يهمنيش الشخص في حد ذاته يهمني الجهاز اللي مثله فهذا هو الامر اللي وقع يعني ومنذ ذلك الحين بقينا في اتصال يعني قدمت لهم ملفات كثيره خاصة تتعلق بالمساجين تتعلق بالتائبين كما يسميهم هم اللي نزلوا من الجبل وما تسواوش وضعيتهم سنتحدث عن هذا الملف كنت ذكرت للفريق الفريق توفيق انك تعرفه تعرف تعرفت الفريق توفيق أنا, الف... انا تلاقيت به في ال 91 مم. في 25 او 26 جوان 91 تلاقيت بالتوفيق وتحدثنا حوالي ساعة ونص ولا وهذاك الوقت يعني تكلمنا عن القضايا اللي كانت موجودة القضايا اللي كانت هذاك الوقت يعني قضايا الساعة قضايا الراهنة فتكلمنا على مسألة دخول سعيد مخلوف يا ربي يرحمه في سرية تكلمنا على موقف الجيش من الجبهة تكلمنا على تصريحات بعض قادة الجبهة اللي متعلقة بالجيش ومتعلقة بالرئيس قضايا اللي كانت تهم البلاد هذاك الوقت كلمنا عليها ولكن منذ ذلك الحين ما زلت لقيت به الى اليوم ابو جرا سلطان يقول عليه شخصيه غامضه على الفريق توفيق انت كيف انا ما بلي لغمضة لولو. أول ما بان لي لا غامضه لا اولا به لقاء واحد وفي لقاء واحد ما يقدرش الانسان يحكم ثانيا القضايا اللي طرحتها وكان رحب بها يعني وكان مستعد قال لي القضايا كلها رانا مستعدين اننا نسويوها ولكن لازم يكون تجاوب من طرفكم ويكون يعني تعقل و وما... يعني ما تزيدوش في ال... في في لهيب النار هذه وان شاء الله نحلوا المشاكل هذه. انا نحضر الحصه في... في... نحضر الحصه الشيخ معاك، لقيت احد اصدقائك يعني قال انه سافر معك بالعباس وكذا، احد اصدقائك لام لا كثير، يقول على الفريق توفيق بانه ممكن جدا يكون صهرك او او عنده تربطه بك قرابه. صراحة الرجل هذا لا أعرفه إلا من خلال وسائل الإعلام ولا من خلال المسؤولية اللي راه فيها. أول مرة تلاقيت به في الـ 26 جوان 91 وآخر مرة هي ثاني هذيك تاع 26 طيب. 26 جوان. لو كان صهري ولا قريبي ولا صديقي رانا نتلاقاو يوميا أو على الأقل شهريا احنا تلاقينا مرة في عمرنا. عندي 57 سنة تلاقيت به مرة واحدة. طيب يعني ما كانش من هذا المعنى أبدا. المنشورة كيفاش شت قرار السيد وزير التجاره سي بن يونس اللي تراس حزب الأمبية بتحرير بيع الخمور يعني القرار خذا ضجه كبيره انت كداعيه كشيخ كرجل سياسي كيفاش هذا القرار يعني؟ أنا نشوف هذا القرار يدخل ضمن القرارات الفوضوية اللي رأيت تتخذ من قبل الكثير من الوزراء مش غير هو وهذا يدل على أن الوزير عندنا في واد والشعب في واد يعني كان هذا الوزير خمم شوي وعرف بلي هذا الشعب مسلم وان عندنا عادات وعندنا تقاليد وعندنا مبادئ وعندنا 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 دين قبل كل ذلك كان ما ياخذش قرار مثل هذا لكن لما الشعب عايش في واد والوزارة في واد والمسؤولين الكبار في واد والضباط الكبار تاع في واد فكل واحد يقرر حسب هذيك اللحظه وحسب يعني كانه بنفحه تجي في راسه يقرر اي قرار ومن بعد يعاود يتراجع عليه ولا يعاود يعتذر ولا فوضى والسلام كما كنا نتكلموا من قبيل، هذه فوضى نوعا ما منظمه هذا ما كان. يقدر يكون ساري المفعول تشوف في هذا القرار يقدر يكون في الجزائر ساري المفعول؟ والله انا يعني والله ما نستبعد يعني يقدروا يقروا قرارات كما هذه ولا اسوء من هذه ويطبقوها وكل شيء يعني ما هذو الان لا يهمهم الشعب ولا تهمهم الاراده الشعبيه ولا يهمهم الدين ولا يهمهم مس المشاعر الدينيه ولا الهويه ما يهمهم حتى شيء. قراراتهم ينزلوها ويطبقوها اذا صارت فوضى يعاودوا يتراجعوا شوي اذا ما صرا والو تبقى الامور ماشيه ساريه المفعول والسلام يعني. كيفاش قريت المبادرات السياسيه اللي طرحها مثلا طرحتها الافاس السيد عبد الرزاق مقريا رئيس حمص ايضا تحدث على مبادره و يعني ولدت ميته لم يعلن عنها كيف تشوف هذه المبادرات اللي معظمها ولدت ميته يعني مبادرات سياسيه تاع الاحزاب هي المبادرات في الجزائر كثيره جدا ومنذ 91 هي كاينه المبادرات كل مره تخرج مبادره ولكن لا ترضي جميع الاطراف ترضي جهه معينه او جهتين فالطرف اللي ما ترضيهش طبعا يسعى ويعمل جاهدا على اجهاضها او قتلها في مهدها وهذا اللي وقع إحنا كل مرة تخرج مبادرة إما تقصي طرف وإما أنها لا ترضي هذا الطرف لا تخدمه وبالتالي كأن الصراع الآن صراع بين أفكار شخصية أصحابها يتمتعوا بنفوذ ما إما على مستوى الحزب أو على مستوى السلطة ومراعاة المصلحة العليا للجزائر مراعاة مصلحة الشعب الجزائري مراعاة المصلحة العامة للبلاد هذا الآن أصبح تقريب يعني لا يهتم به ولا يلتفت إليه ولذلك هذه المبادرات ما تمشيش بعيد يعني حتى تمشي خطوات ثم تسقط وتنتهي قانون العقوبات اللي تعدل يعني الخاص بتعنيف المرأة كيف وكلام كثير أنا قال لي في بوضوح الأسبوع اللي فارط أنه تحدث مع الوزير الأول وأنه قال له سيتم يعني تجميد هذا القانون إلى حين يعني تعديله وتصحيحه سمعنا بتجميده وسمعنا ان مجلس الامه كانوا متفقين انهم ما يفوتوش على كل حال هذه هذا هو التعقل لان صراحه قرارات مثل هذيك وقوانين مثل هذيك وين يعود الرجل ما عندوش حق يهضر لا زوجته لا اخته لا مع بنته فصراحة هذا قانون يصلح لأمريكا يصلح لفرنسا يصلح للمان ولكن للشعب الجزائري المسلم ما يصلح لهش تماما المرأة في الإسلام عندها حدودها والراجل عنده حدود وضبطهم ربي سبحانه اللي هو أعلم مني ومن وزير العدل ومن الوزير الأول ومن رئيس الجمهورية وهو أرحم بعباده منا جميعا إذا قوانين مثل هذه صراحة كانت تسيء كثيرا للشعب الجزائري وخاصة للرجال وللرجولة صراحة يعني كانوا رايحين لو كان طبقوا هذه القوانين يردوا الرجال في الجزائر أضعف من النساء رجال أضعف من النساء أضعف من النساء نعم بحيث أن رجل إذا هضر مع بنته ولا زوجته ولا رفع يده فقط بلا ما يضربها وتشكي به يعاشي في السجن ويعاشي في غرامات ويعاشي في أمور فيولي الرجل أضعف بكثير من النساء، وأنا مانيش عارف إذا سلطة تريد في شعبها أن يكون الرجال أضعف من النساء، مانيش عارف إذا هذا يخدمهم ويحقق لهم المآرب تاعهم ولا لا. كيفاش إعلان الرئيس يعني بتعديل قانون الأسرة خاصة فيما يتعلق بالخلع يعني قال بأنه يتراجع ممكن أمر الحكومة يا أخي هذه هي القضية أنا نقول باللي قانون الأسرة تحكمه مبادئ الشريعة الإسلامية مبادئ الشريعة الإسلامية هي مبادئ سماوية مبادئ نزلت من السماء لا يجوز لبوتفليقة ولا لسلال ولا الأويحيا ولا اللاشمي سحنوني ولا الغير أنه يزيد ولا ينقص فيها هذه أحكام شرحها ربي تخدم الأسرة وتحافظ على حقوق الزوج وحقوق الزوجة وحقوق الأبناء بما فيها الكفاية يعني ما يش محتاجة زيادة فلما نجي وحنا اليوم كل يوم قال السنة شوية من قانون الأسرة نعدلوا شوية لما عدلوا قضية الوالي رغم أن بوتفليقة قال أنا ما أقدرش نلغي الوالي ولكن هو في الحقيقة لغاه لأن الطفلة الآن كي تحب تعقد تختار أي شخص في الشارع تقول أرواح أنت الوالي نتاعي يروح يقبلوه في البلديه ويعقدوا لها بولي لا يعرفها بل لم يلتقي بها من قبل ابدا فهذا الغاء للولي ولكن بطريقه اخرى هو لازم يكون الولي بصح الولي ماشي شرط يكون بابها اي تجيب ولد الجيران تجيب واحد من السوق تجيب واحد تخلصوا تجيبوا يكون ولي فهذا التحايل على شرع الله لا يخدم لا دين ولا شعب ولا وطن ولا ولو الأفضل لنا لو كان نتوب توبة نصوحة نرجع لربي سبحانه عندنا شريعة نزلها ربي من السماء هي أحكم وأعقل وأنفع وأفيد لنا ونطبقها بما نستطيع على كل حال نقول بلي شريعة في نهار تطبق لا لكن التطبيق التدريجي ونهني وروحنا يعني طيب كيفاش تشوف شيخ تنظيم هذا ما يسمى بداعش هذا التمدد تاعو اللي جاء فجأة يعني في الوطن العربي وكيفاش تقراه يعني انت كمختص كم في الفكر الاسلامي والله الامر صراحه يدعو الى الغرابه يعني يوجد تنظيم ثم يولي دوله لان اركان الدوله هي الاقليم والشعب والسلطه والقوانين اللي تطبق هذا الان عنده اقليم عنده يعني اقاليم تحت السلطه عنده نظام سلطه بمحاكمها وكل شيء عنده حتى عملة يعني الآن راهم ضربوا عملة يتعاملوا بها فبهذه السرعة تطلع مجموعة وتصبح دولة وصراحة يعني وين ما كان الفوضى كان داعش في العراق موجودة في سوريا موجودة في ليبيا موجودة الآن في اليمن موجودة في نيجيريا الآن راهي بدأت تتكون نواة لها فصراحة يعني أمر غريب جداً وأنا أخشى أن يكون وراء داعش أعداء للإسلام والمسلمين استعملوا المسلمين واستعملوا شعارات إسلامية بوجوه إسلامية طبعا ويطبقون ويصلون إلى أهدافهم مع الأسف الشديد وش أهدافهم يعني؟ والله هي أهدافهم هي تخريب العالم الإسلامي وضربه في الصميم ويبقى الصراع الآن لو كان الصراع الآن داعش ما ضد إسرائيل هل اطلق الداع الصاروخ واحد على تل أبيب؟ لا ت... لم تفعل ولن تفعل باذن الله انا لا اتمنى ذلك ولكن انا متيقن انها لن تفعل بينما هي تقتل في السنه والشيعة و... فاذا الصراع راه الان بين الفصائل الاسلاميه بين شيعة وسنه لما يفني بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا ترتاح اسرائيل وتنام على اذنيها وانا اللي راني نشوف صراحه ان اسرائيل الان راهي تعمل لإقامة دولة كردية تكون هي الوجه الآخر لدولة إسرائيل في المنطقة وإذا قامت دولة كردية راح الإسلام وراح الداعش وراحت النصرة وراح كل شيء و... الدوله هي... الكرديه بهذا, بهذا آه نعم نعم هي الوجه الثاني لاسرائيل حتى بنيامين نتنياهو قال صراحه قال مم. نحن نؤيد 100% اقامه دوله كرديه في في العراق وفي المناطق اللي راهي تابعه للاكراد يعني فاذا هي تخدم مصالح اسرائيل وتؤمنها تماما يعني وتقضي على الطاقات الاسلاميه اللي موجوده في الساحه ولذلك نحن لما الان الصراع اللي راهي داعش هي مرة ضد النصرة ومرة ضد الشيعة ومرة ضد الل... فقتال بين المسلمين ولكن هل هجم جنود داعش ولا جنود النصرة ولا غيرهم هل هجموا على إسرائيل هل حاولوا تحرير القدس ولا المسجد الأقصى أنا نطلب من هذا البغدادي اللي راه الآن هو الأمير الوطني نطلب منه أنه يقيم عاصمة الخلافة نتاعو في تل أبيب ولا في القدس يا سيدي في القدس مم. ويكون المسجد الاقصى هو مقر الحكومه نتاعو اذا دار هذا الشيء راح يلقى تأييد المسلمين كلهم في العالم قل له هذا الكلام مباشره الشيخ اذا راي... انا يعني نقول اذا كان راي... رأي يسمع فيا انا نقول له امشي للقدس حررها لا سميه يعني السيد ابو بكر البغدادي هذا مم. هو اللي راه زعيم نتاع يمشي للقدس يحررها ويحرر المسجد الاقصى وبين قوسين انا عندي امنيتين كبيرتين جدا وغاليتين علي الامنيه الاولى هي عامه وهي ان يحرر المسجد الاقصى من يد اليهود ويرجع الى رحاب المسلمين والامنيه الثانيه الغاليه ايضا وهي خاصه بي انا بالهاشمي سحنوني اتمنى ان القى الله ساجدا لله سبحانه وتعالى نتمنى نموت وانا ساجد بين يدين الله فإذا إذا كان البغدادي يريد إقامة خلافة إسلامية يروح يديرها في القدس وسيؤيده كثير من أبناء المسلمين يعني في العالم كله. أما يقاتل النصرة ويقاتل بشار ويقاتل الجيش المهدي ويقاتل المسلمين فقط أنا لي أن هذا ما يخدم لا مصلحة داعش ولا مصلحة الإسلام ولا مصلحة المسلمين ولا حتى شيء. طيب. زياده على هذا يعني شفنا التنكيل والذبح والاعمال العنيفه جدا اللي المجازر اللي يرتكبها هذا التنظيم يعني. اللي ما, ما سمعناش بها في التاريخ الاسلامي. التاريخ الإسلامي يعني مكانش مكانش ما لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين ولا غيرهم فحرق مسلم وسني ايضا يعني حرقوا بالنار الى الموت هذا الحقيقه امر غريب جدا وقع مره في عهد علي. ولكن تدخل عبد الله بن عباس واخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار الا رب النار فتوقف عن ذلك وفعل هذا مع الذين كانوا يقولون ان علي اله في الباطن وبشر في الظاهر. طيب شيخ تح... تكلمت في... في 24 جوان 2014 بانه الرئيس سيصدر عفو رئاسي خاص بال... بال... بالمحكوم عليهم بالمؤبد وبال... وبال... وبالاعدام. سنوات 91 92 93 وعائلاتهم لحد الآن الان زالت تطالب وما كان ولا شيء انت واش والله احنا اللي يعني جاتك المعلومه أه حتى تكلمت لا جاتنا تكلم تكلم. المعلومه من رئاسه الجمهوريه يعني انه م. فعلا الامر خلاص يعني طي باش نطوي الصفحه نتاع الماساه لا بد من اطلاق سراح هاد المساجين السياسيين اللي تسجنوا منذ 91 و 92 و 93, 93 كما ذكرت وسجنوا بقرارات من محاكم استثنائيه والمحاكم الاستثنائيه الغيت ولكن الاحكام نتاعها بقيت هذه من من جهه من جهه اخرى هذو الناس اللي راهم في السجن من 91 و 92 لما شفنا قانون المصالحه يستثني الحالات الثلاثه هذيك تاع التفجيرات في الاماكن العموميه والاغتصاب هما ما داروا حتى واحده من هذه الحالات مدني مزراك استضفتوا في نفس الحصه تاع بوضوح قال لي انه هذو داروا معظمهم داروا هجمات ضد ثكنات عسكريه لذلك نو نو قلت قال لي كل تقريب الملفات سويتها مع السلطه باستثناء بعض العشرات هذو اللي اللي والله يا اخي انا لحد الان يجوني جماعه من من لايس ما تسويت لهم حتى وضعيه يعني مازال حتى الوثائق الرسميه نتاعهم يعانيوا من اجلها الجوازات السفر ما عندهمش يعني رام يعانيوا لحد الان وقضاياهم نقدر نعطيك امثله امثله من الواقع كان الممثل تاع المسلحين تاع غليزان تاع لاياسه واسمه عبد اللطيف عرباوي نعطي حتى اسمه هذا كان يخدم في لما نزل يعني لما استفاد من قانون المصالحه رجع للعمل تاعو في صندوق الضمان الاجتماعي في غليزان تغير المدير الناس قالوا له باللي هذا كان ارهابي كان في الجبل عيط له قالوا صح انت كنت في الجبل قالوا نعم قالوا لا مكان لك للارهابيين في مؤسسه انا المدير تاعها وطرده من العمل اذا اذا كان هذه يسميها تسويه للاوضاع نتاعهم انا صراحه استغرب هذا انت قلت العدد بالالاف هو قال يعني عدد قليل ما يتعداش عشرات في لا 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 انا القائمه اللي سلمتها يحيى فيها حوالي 200 واحد ايه ما قليل العدد قليل فيها حوالي 200 واحد ونقول لك يعني الامور اللي راهي انا عندي يعني بعض العائلات اتصلوا بي جابوا لي شهاده شهاده وفاه تاع رجل يسمى رحماني ربيع نظن هذا رحماني ربيع مازال زال حيا وهو في سجن قسنطينة وهما دليل شهادة وفاة بلي راه متوفي وشهادة الوفاة نتاعو راهي تسلم رسميا لمواليه يعني وين الآن وصل هذا مسألة العفو الرئاسي اللي تكلمت عليه أنت فرق في ما وبالشرط و... به عائلات المساجين وما الم... كانش ما كان حتى شيء نعم هكذا أنا قلت لك في المدة لما تلاقيت مع يحيى ديت ملفين ملف نتاع تعديل الدستور اقتراحاتي لتعديل الدستور وملف ثاني نتاع السجناء يعني ووعدونا انهم يعني يسويوا لهم الوضعيه خاصه ان نقول لك في الان اللي رام في السجن كاين مجانين كاين حوالي 16 واحد مهابل فقدوا عقولهم هل المسجون المجنون يسجن؟ كاين اللي باراليزي كاين واحد مجموعة قليلة على كل حرب أربعة ولا خمسة ولا مشلولين تماما راهم في السجن كاين اللي طايرة راهو في السجن كاين اللي مكفوف راهو في السجن فالناس يعني تعذبوا وتآذوا وتمرمدوا وراهم الآن في وضعية صعبة 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 جدا ورغم ذلك مازال ما تلقوهم طيب السجن طيب نخرج فاصل الشيخ بعد الفاصل نواصل معك هذا الحوار الشيخ أعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من حصة بوضوح لا تذهبوا بعيدا انتظرونا اهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا في الجزء الثاني من حصه بوضوح دائما مع ضيفي الشيخ الهاشمي السحنوني القيادي السابق في حزب الجبهه الاسلاميه لإنقاذ المنحلة اهلا وسهلا بك شيخ اهلا وسهلا صحيح شيخ كنت رفقه عليه بالحاج وذهبت عند الشيخ جاب قبل تاسيس الفيس وعرضت عليه رئاسه رئاسه الحزب وانه طلب منكم التريث وانه انه علي بالحاج قال له ما وكل واحد عنده جمعته صحيح هذه المعلومه لا انا ما مشيتش مع علي بالحاج انا اتصلت هاتفيا بعبد الله جاب الله اللي كان في سكيكده وطلبت منه يجيني وفعلا جاء وبات هنا عندي وبتنا نتحدثوا على قضيه تاسيس الجبهه كان هذا في 8 مارس 1989 فبات هنا عندي في هذه المكتبه بالضبط اللي رانا جالسين فيها وتحدثنا هو كان من قال لي من حيث المبدا راني موافق. أيوة. قلت له اذا تحضر معنا غدوه جلسه باش نحضر بها الجلسه التاسيسيه نتاع الجبهه يوم 10 مارس. قال لي نحضر. ففعلا جاء ودرنا الجلسه في مسجد السنه بعد صلاه العشاء وحضر الشيخ جاب الله وكانوا معه زوج اخوه. اظن واحد من المديه واحد والله ماني عارف منين. فشيخ عبد الله جاب الله صح لما تدخل قال الان رانا بصدد انشاء رابطه الدعوه الاسلاميه ورابطه الدعوه راهي فيها كل التيارات الدعويه اللي موجوده في الساحه الاسلاميه اليوم قال لو انكم تاجلوا اعلان اه الجبهه حتى نفوتوا هذه اللقاءات نتاع الرابطه ونشوفهم بعد ممكن يعني فقلنا إذا الراي يرجع للجماعة، كل واحد يمد رايه، والأغلبية الساحقة قالوا لا نترى لا ننتظر، هذا حزب سياسي وهذه كرابطة للدعوة، ما عندهم حتى يعني معارضة بيناتهم، ولذلك إحنا نمضي في الحزب السياسي، والرابطة أيضا تمضي في مهامها كرابطة تجمع الدعاه، فعبد الله جاب الله غضب وقال لا إما توقفوا ولا ننسحب، قالوا له لا إحنا ما نوقفوش ننسحب. انسحب بال... من الجلسه بالحاج ما زعفش وقال له كل واحد عنده جماعته لا 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 كانش. ما كانش ما كان كان هاي. كان مفروض انه الشيخ جاب الله هو اللي يترأس الحزب لا هذا كان اقتراح نتاعي هذا اقتراح أنا... تاعك نقطة اقتر راح قلت له ارواح مم. وقال لي يا ودي ما نقدرش وهو كان عنده شويه تحفظ من جهه عباسي مدني مم. فقلت له يا اخي ارواح وانا نوعدك بلي نبذل كل مجهودي باش ان شاء الله تؤول رئاسه الجبهه ليك يا سيدي ارواح برك المهم نجمع شمل المسلمين وخلاص فهذا اقتراحي انا فقط ما كان لا اتفاق لا تكلمت مع الجماعه اللي كانوا معك انه اذا لا ما تكلمناش ما دام انسحب عبد الله جاب الله يسمى القضيه انتهت انت كانت لك مبادره الشيخ مع مع حسن حطاب رئيس تنظيم الدعوه السلفيه ل الجماعة السلفية للدعوة والقتال سنة 2009 و2010 على ما, ما أعتقد وش كانت هذه المبادرة تفاصيلها الشيخ إذا أمكن والله نعم أنا كانت عندي مبادرة فعلا مع حسن حطاب وإن كان كانوا هما بدأوا في المبادرة بعد دعاوني مشيت حضرت وبالمناسبة حي أخي حسن حطاب ف... وكان ذاك الوقت في الإقامة الجبرية المحروسة فالمبادرة هذه كان عندها تقريبا أربع عناصر ولا أربع محاور المحور الاجتماعي والمحور القانوني والمحور السياسي والمحور القضاء إن المهم كانت فيها أربع محاور كل محور خذينا فيه المشاكل ولا أهم المشاكل كانت موجودة ذاك الوقت وحاولنا نقترح لها حلول ملائمة وممكنة أيضا الحلول التعجيزية ما كانت عندنا بصراحة وقدمنا هذا الاقتراح لرئاسة الجمهورية وصراحة حتى لجماعة الديارس وفي البداية كانت يعني كانوا موافقين كانوا قابلين أن الاقتراحات هذه معقولة ومنطقية وممكنة جدا ولكن هكذا كل مرة مبادراتنا تروح في يديها البحر يعني فبقات هذه المبادره مده سنه سنتين ثلاث سنوات ومن بعد نسيت. كنت وصيت لما نزل ايضا حسن حطاب لما في المبادره باش يوضع السلاح هو وجمعته كانت لك لا. وساطه؟ شوف انا باش نقول لك ما كانش عندي حتى اتصال بهم، كان عندي اتصال لكن انا كنت وسيط ولا انا قنعت حسن حطاب باش ينزل من الجبل لا هذه ما, ما, ما ماشي صح. والاتصالات اللي كانت لك مع حسن حتى واش كان والله اتصالات عاديه هو يعرفني وانا انا, أنا ما كنتش نعرفه مليح ولكن هو كان يعرفني مليح كان يحضر لي الدروس تاعي فكان يعني عن طريق اخي ابو حفص اللي اسمه رحماني عبد الناصر كان واسطه بيني وبينه نعم يعني وكان بعث لي رساله وبعث له انا ايضا رساله ولكن انا قنعته باش يهبط من الجبل لا الاتصالات كانت بالتشاور مع السلطات المختصه كانوا على علم كانوا على علم كانوا على علم انني نتصل به الان حسن حطاب مازال في الاقامه الجبريه ام لا لا بعد ما مشينا للمشاورات هذه والاقتراحات فطلقوه الان راهو في بيته يعني الان راهو في في سكنه في بير في بير خادم في, في المنزل تاعو بصفه عاديه نعم عادي, عادي ويخرج عادي ويروح بالامس كنت نتكلم انا وياه يعني كانت عنده شويه مشاكل صحيه للعائله نتاعو فهو يعني يمارس حياته عاديه لو نقول لك وصف لي حسن حطاب كشخص هذا ميزاته عنده ميزه واش تقول لي؟ والله ميزات كل الامراء اللي كانوا في الجبل يعني عندهم طبع شويه حاد ولكن انا صراحه نشوف حسن حطاب اعقلهم واقبلهم للنصيحه حسن حطاب لما تقول وراك غلط مم. وقال الله كذا وقال رسوله كذا يعني يرجع مقارنة بمدني مزرق مثلا مدني مزرق أنا لا أعرفه صراحة نعرفه من خلال وسائل الإعلام أنا ما تلقيت به ما ناقشته ما معه وبالتالي ما قدرش نحكم عليه من خلال الشيء اللي سمعته في القنوات هذه في الشروق وفي يبدو لي أنه حاد أيضا عنده طبع حاد جدا مم. وصعب أنك تقنعه ولكن أنا تلقيت به لا كانت لك علاقة مع 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 السيد أحمد نعم سيد احمد غزالي التقيت به في 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 جوان لما تعين بعد ما تعين مده يعني تلاقيت به مرتين في جنان الميثاق مره كان هو وكان ذاك الوقت وزير الداخليه ابو بكر بالقايد وكان وزير الخارجيه ذاك الوقت الاخضر الابراهيمي فتلاقينا وتكلمنا مطولا يعني في الظروف اللي كانت تمر بها الجزائر و... يعني حاولت نفهمهم ان خروج الجيش للشارع لا يزيد الطين الا بالله قال لك ولكن اذا ما خرجش الجيش رايح لل... يعني الامن يروح تماما والبلاد تضيع وتدخل في متاهات الى اخره كان قال لك احنا مضطرين اننا نخرج الجيش باش نضبطوا شويه الامور الى اخره فالمهم كان خلاف كبير بيناتنا في وجهات النظر في قضيه المعالجه الامنيه للاحداث اللي وقعت في ذاك الوقت انت قلت شيخ بانه بانه لويزا حنون هي من أحد من الاضراب السياسي العباسي مداني وانه هددكم لو ما تقبلوش بالاضراب في مجلس الشورى سيقوم بتاسيس حزب سياسي وانه سيضرب وكذا ما دخل لويزا حنون لا لويزا حنون كانت ضمن المجموعه اللي كان فيها نظن بكروح كان فيها رئيس كان فيها قاصدي مرباح كان فيها كانوا سبع احزاب نظن ولا كلهم كانوا حابين يديروا اضراب وطبعا كانوا هما يعرفوا مليح انهم اذا داروا اضراب ما يمشي معهم حتى واحد لان كانوا مجاهيل في الشعب الجزائري فطبعا هما استعانوا بعباسي مدني وتلاقاو في الاوراس ينظن في جلسه خاصه باش يقنعوه ان الجبهه الاسلاميه تدخل معهم في هذا الاضراب وطبعا هو كان يقول لهم الجبهه قادره تدير الاضراب وحدها ومش محتاجه ليكم الى اخره وقع بيناتهم هذا الكلام ولكن عباسي مدني كان مقتنع تماما بالاضراب المفتوح. كان هذه هي يعني يشوفها انها هي كل شيء في المستقبل السياسي للجبهه ولغيرها حيث كان يقول لنا اذا الجبهه ما دارتش الاضراب ودخلت الانتخابات انتحرت. يا شيخ قنعنا اعطينا ادله حتى نفهم كيف ننتحروا اذا دخلنا الانتخابات ونحن رايحين كان عندنا يقين كبير اننا سنفوز بالانتخابات. ولو شوف انا قلت لهم لو كان يقسموا الدوائر الانتخابيه يقسموها بلديه بلديه نديوها احنا يقسموها حومه حومه نديوها احنا يقسموها شارع شارع نديوها احنا فالشعب كان معنا وبالتالي ينتخب كمواطن في بلديه ولا في شارع ولا في حومه نفس الشيء ولكن عباسي كان يشوف اللي لا ما لازمش ندخلوا الانتخابات واذا دخلنا الانتخابات وما درناش الاضراب انتحرنا والجبهه راحت سياسيا وكذا وكان يصر وفعلا قال هذا الكلام اللي راك تقول فيه قال لنا في لما شافنا مصممين اننا ما ندخلوش الاضراب قال اذا ما دخلتوش الاضراب سانسحب من الجبهه استقيل واؤسس حزبا واعلن الاضراب هذا الكلام قالوا في المجلس الشوري الناس كل كانت تسمع يعني مش بيني وبينه ولا مم. ايه فهو كان مصير الى هذه الدرجه وحنا كنا رافضين الى هذا الدرجه ولكن صراحه في الاخير احتال علينا هذه نقولها للتاريخ قالنا نديروه ثلاث ايام حنا لما تشاورنا قلنا معليش ثلاث ايام يا سيدي ما فيها باس قال ولكن في الاعلان نعلنوه مفتوح وهنا اللي كانت الحيله حنا كنا نرفضوا كون كنا اذكياء وكنا نمشيو ايضا حنا بالحيله كنا نقول لا لا نديروه ثلاث ايام نعلنوا ثلاث ايام نديروه اسبوع نعلنوا اسبوع علاش نعلنوه مفتوح وحنا رايحين نديروه ثلاث ايام قبلنا انه يعلن مفتوح ولكن القرار انه يدور يمشي ثلاث ايام بعد ثلاث ايام كان من المفروض الجبهه تجتمع المجلس الشوري يعني يجتمع ويصدر قرار بايقاف الاضراب فاذا به يجتمع بعض اعضاء المجلس الشوري ويصدرون قرار ولا بيان باستمرار الاضراب اذا هنا اللي وقعت انا نسميها الخيانه اللي احنا اتهمنا بها من بعد يعني كما كما هو دائما يوقع رمتني بدائها وانسلت فخانونا ولكن رمونا احنا بالخيانه وتهمونا احنا بالخيانه لاننا احنا بقينا ثابتين على المبدا اللي اتفقنا عليه نهار الاول اصبحنا خوانا وهم اللي خدعونا صاروا هم الاوفياء. وسبب الخيانه و... ربما يطلقوها عليكم الشيخ اذا سمحت لي، هو انك تتعاملتوا مع المخابرات ومع الديارس وكذا بهذا السبب انت والسي مراني وكذا. وعلاش كاين حزب في الجزائر ما يتعاملش مع المخابرات، ما يتعاملش مع الرئاسه، ما يتعاملش، ما هذا ولا كيفاش راح يدير هذا؟ كيفاش يكون حزب سياسي؟ عباسي والله, سياسي والله بالحاج مثلا يقول لك قائل ما كانوش يتعاملوا مع المخابرات. ابدا ابدا ما خططهمش المخابرات ولو لحظه. عباسي مدني كان يجي اسماعيل العماري لدارو انا اسماعيل العماري ما تلاقيت به الا في 99 بالهجمه ما نعرفوش فاذا ما يكذب عليك اللي, اللي اعتاق عباسي مدني آه نسميه لك يسم، يسمى نسيم بوعزه هذا ضابط في المخابرات كان يوميا يجي للمكتب تاع عباسي ونهار الامر باعتقاله هو اللي جاء اعتقله هو اللي جده اذا هذه قضيه بالحاج أم... بالحاجله الحاج تلاقى مع خالد نزهر تلاقى مع عدة ضباط أيضا في الجيش ما كانش يكذب عليك رجل سياسي ما يتلاقاش مع ضباط نتاع المخابرات ولا نتاع الجيش ولا نتاع السلطة ولا ما كانش هذه ما يوليش حزب سياسي حتى رؤساء الأحزاب الحاليين الإسلامية كلهم بما في ذلك جاب الله مثلا يا جاب الله ما من روي يتلاقى مع من راهو يخدم المال. مع من؟ مع هادو مع المسؤولين اللي في الدولة والمخابرات والجيش والأحزاب وال... هذه هي السياسة هذه معلومات والله تحليل لا لا ماهوش معلومات آه مش تحليل هذه حقيقة حقيقة هذه حقيقة يكون اللي يدير السياسة بمعزل عن الآخرين يديرها وحده في داره يغلق الباب ويدير البوليتيك وحده سياسة تقتضي أنك تتعامل مع لماذا يدير هذا تاع المعارضة وتاع النظام وتاع كذا كيف؟ لماذا هذه الخطابات اذا التسويق الاعلامي قال احنا معارضه والنظام ويسقط وكذا ومسيراته و... هذا كلام سياسي هذه هي السياسه هكذا احنا علاش ما يعني اللعب تحت الطابله ولا اه نعم نعم هذه ما فيها حتى شكل اللعب هكذا يمشي احنا علاش نبذونا ولا حتى السلطه الان يعني ما, ما تثيقش فينا تعرف مره واحد من اخواننا تلاقى مع ضابط في في الامن قال له انا ما نحبش نتلاقى مع الشيخ الهاشمي قال له علاه؟ قالوا نتلاقى ونهضروا قالوا مباشرة بعد ذلك يروح يعلنها في الصحافة في الإعلام قالوا إحنا نحب السياسي للأمور اللي الأمور اللي بيناتنا بيناتنا والأمور اللي تعلن تعلن يعني أنا ما عنديش هذه أنا تلاقيت بعهم قلت تلاقيت معهم هضرنا قلت هوا شهدرنا أنا كنت في داري جيني كولونال تاع المخابرات يسميه الكولونال حمزة نسمي لكم يعني بالواقع قال لي راه الجنرال حسان يحب يشوفك وأنا ما نعرفش هذا الجنرال حسان عمري ما سمعت به قلت له واش يكون هذا؟ قال لي هو اللي راه حاكم ملف الارهاب مكافحة الارهاب قلت آه. له خلاص إلا حب يشوفني نشوفه وفعلا جاني يوم الاثنين صباحا وداني تلاقيت مع هذا الرجل ساعة ونصف تقريبا ولا وتحدثنا على قضايا كثيرة 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 منها هذا المساجين وهذا ال... وكان وعدني قال لي بلي هذه الأمور راهي يعني تحت الدراسة وسي يعني تصدر قرارات وراح نتفرحكم وكذا أنا طبعي ولا شي اللي عليه وتعلمته من عند هاد السياسيين ان الملموس هو الصح الهضره كل واحد يقدر يهضر ناس كل الناس كل في البوليس الناس كل في السلطه كل اللي في المعارضه كيف كيف كلهم فقلت له بما في ذلك الموجودين في الساحه السياسيه المحسوبين على التيار الاسلامي كلهم 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 بدون استثناء كلهم يقولوا حوايج صح وحوايج ماشي صح فقلت له يا اخي انا ما ان شاء الله رانا ننتظروا في الميدان قال لي لا كن مطمئن 20 يوم 15 يوم ان شاء الله تشوفوا جديد ولكن من ذاك النهار لليوم ما شفنا لا جديد لا والو بعد هو راح تماما وراح الملف معه وهكذا السلطه تتعامل السلطه يهمها انها ضي هي تظن تربح الوقت ولكن في حقيقه الامر راهي تضيع في وقت ثمين اللي ممكن غدوه ما تلقاهش طيب شيخ انت قلت بانه معظم قيادات الفيس بدلوا السكنات وبدلوا كذا باستثناء ربما الهاشمي سحنوني مازال في انا هذه داري سكنتها في 82 قبل الجبهه بتسع سنين بسبع سنين وراني مازال يسكن فيها بعد الجبهه من 92 تحلت الجبهه لليوم راهي 23 سنه اذا الحمد لله اللي يعرفني من بكري هذه يا داري وهذا هو الاثاث نتاعي وهذا هو يعني الاجهزه اللي عندي ما تغير حتى شيء راني قاعد انا هو انا من تقصد من, من, تقصد الشيخ اللي بدلوا السكنات تاعهم قيادة الفيزا كلهم كلهم اللي شرا سكنه شرا واللي بنا بنا واللي دار دار ربي يزيد لهم انا مانيش نقول داروا الحرام ولا هذا لا يجوز ولا هذا ممكن كلهم يعني بدون كلهم غا كلهم نعم بدون استثناء كلهم غيروا لكن منين الاموال يعني اه هذا هو السؤال انا اللي نسال اللي جاب الشيخ. الاموال من الحلال ربي يبارك له واللي جابها من طرق واحده اخرى ربي يسهل عليه فأنا مانيش نتهم فيهم أنهم سرقوا ولا اختلسوا ولا ولكن أنا اللي يقول باللي الهاشمي استفاد من أموال الجبهة نتحداه مم. يجي يوري لي وين استفدت أنا واش تغير يعني في يعني لا من أموال الجبهة لا من علاقات مع مؤسسات الدولة أبداً, أبدا حتى مؤسسة. اقتراح الاقتراح الوحيد اللي داره لي رئيس الجمهورية قال لي نعطيوك مرتب شهري نتاع إمام خطيب ولكن ما تخدمش تقعد في دارك وتخلص أنا رفضت قالوا قلت لهم هذا ما وش معقول وماهوش مقبول قال لك لا انت انسان معوق ويجوز لك يعني تاخذ قلت لهم المعوقين كاين بزاف في الجزائر كاين 3 ملايين معوق <applause> اذا تعطيهم كاع شهريه شهريه وقاعدين في ديارهم انا ندي معهم الا تعطيوني غير انا لا لا ورفضت ندي هذا المرتب ونخدم نخدم ونخلص نعم نقعد في داري ونخلص لا لا منين راك عايش دروك شيخ؟ انا عايش صراحه جزء عندي الابن نتاعي الان راهو خدام الله يبارك فيه. ان شاء الله هو مهندس دوله وراهو خدام على كل حال يساعدني وعندي ايضا الرقيه راني نرقي نجيب بها شويه يعني نساعد بها روحي وهذا هو تقريبا يعني ما. لما طلبت منك جماعه مسلحه في الشلف على ما اعتقد في منتصف التسعينات انك تطلع عندهم يعني لما كانوا في مفاوضات مع 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 السلطه ومع المؤسسه العسكريه طلبوا انه يجيب يجي الهاشمي سحنوني شخصيا الشيخ هاشمي سحنوني تتنقلها من الجبل على ما اعتقد في جبال شلف انت رفضت الشيخ تتنقل لماذا؟ اكيد انا اولا الناس هذوك ما نعرفهمش ثانيا انا الامن هو اللي قال لي قال لي رانا رحنا لهم قلنا لهم شكون هو الداعيه اللي تثقوا فيه نجيبوه لكم باش يطمنكم وكذا قالوا لهم جيبوا لنا الهاشمي سحنوني وشكون هما قال لي فلان وفلان انا ما نعرفهمش لا واش معقول وهما كانوا من جماعه الهجره والتكفير. الهجره والتكفير انا طيب. يعني اعتقد. أيوة. فانا لما نروح لهم نغامر انا بحياتي ما نعرفش الناس وما نعرفش العهد نتاعهم وما نعرفش الامانه نتاعهم ما نعرف حتى شيء. فقلت لهم لا هذه مغامره غير محسوبه العواقب وما نعرف لا تجيب نتيجه ولا ما تجيبش قلت لهم انا ما نروحش. الا يجوني هما تجيبوهم انتم وتجيبوهم لداري نتناقش معاهم صحه الى انا نروح لهم لا لا ورفضت. سالت الشيخ الالباني وفعلا حرم لك حتى المسيرات النزول في الشارع المسيرات ايام الأزمة اللي كانت اخي انا صراحه انا في في ال 91 في بدايه ال 91 ارسلت بعض الشباب للالباني البن باز بن عثيمين للعلماء اللي كانوا موثوقين يعني موجودين في ذيك الساعه في ذاك الوقت وسالتهم ماشي غير على هذه سالتهم على امور كثيره حتى على العمل المسلح حتى على الاغتيالات حتى على المسيرات المظاهرات اذا الناس ماتت في مظاهره ما حكمها الى اخره فالعلماء كلهم يعني بكل صراحه قالوا ان هذا اسلوب غير ديني ابدا وغير شرعي ولو كان ديروا انتم هذه المظاهرات وهذه المواجهات ويموتوا ناس انتم مسؤولين عليهم امام الله وبلغت هذا الكلام انا قلت لهم بلي انا نرفض هذا الشيء الخروج الى الشارع والاعتصام في الشارع وكذا راه ما في حتى فايده وما يجيب لنا حتى نتيجه ايجابيه قال لك ما كانش اسلوب واحد اخر للضغط على السلطه الا هذا ونرفض وهما طبعا بعد جاء حضر التجول وقال لك نكسروا حضر التجول نخرجوا على 11 تاع الليل وانا كنت ضد المهم كاين بزاف مواقف ما تفصيل فيها راح ياخذ وقت طويل انا صراحه مرجعيتي كانت اهل العلم واهل العلم رفضوا هذا الشيء انا كنت رافضه طيب ما تشوفش الشيخ بلي مدني كان على حق لما قال لكم في 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 قال لك انت بانه ما يقدرش يقول لكم كل شيء في مجلس الشورى للحزب لانه كاين اطراف اه كاين المخابرات معكم في مجلس الشورى كان يقصد ربما هو كان على حق ولا ما كانش على حق كان المهم يواجه خاطر هذا الكلام قاله لنا في بيت بويعلي ومن بعد لما جاء المجلس الشوري واجتمعنا انا دخلت هو راح يقول جدول الاعمال دخلت انا قلت لهم لا قلت لهم كان اتهامات خطيره لازم تتصفى اليوم قلت لهم عباسي مدني راه يتهم اعضاء من المجلس السوري بانهم اعضاء في المخابرات مم. وسميتهم اللي كان ذاك الوقت حمد مراني والسعيد مخلوفي ويحيى بوكليخه و... والسعيد قشي مم. فقلت لهم له لازم تباني اذا اما يثبت باش راه يقول اما تولي امور اخرى هذا قذف فالحقيقة هم بعد هو شغل زعاف ومن بعد بدأوا يدخلوا الاخرين خلينا ماشي وقت هذا الكلام ونجوزوه وكذا وغموا القضية وجاز الامور وصراحة انا كنت مصر جدا اننا نكشف الامور في هذه الجلسة خاطر صراحة باش واحد يقول لك انا في المجلس الشوري ما عنديش ثقة وما نقدرش نقول كل الاسرار خاطر كاين اعظم من المخابرات يا خويا نكشفوهم ويروحوا ومن بعد نهضروا بحريتنا علاش نخليهم في وصلنا ونبقاو نخبيو في في اسرارنا على بعضنا هو استعملها داريعة باش داريعة الايام كشفت فعلا بانه البعض كان يتعامل مع المخابرات يا اخي حتى كان كان يتعامل ما كانش من المخابرات كان يتعامل لظروف ما بل كان يشوف مصلحه ما في التعامل معهم لكن اتهموه انه هو مخابرات هذا ماهوش امر سهل يعني يوصل المعلومه فقط ولا يوصل لا تقرير مانيش عارف انا كيفاش كان يخدم الله اعلم بالك كان يستشير الله اعلم انا ما نتهم حتى واحد مادام ما عنديش البينه ولكن هو استعمل هذا الاسلوب باش يخبي علينا امور قال لا ما كنتش عندي ثقه فيكم ما نقدرش نقول لكم كل شيء ومن بعد في التلفزيون ثاني قال باللي المجلس الشوري هذو جماعه من السذج لما خرجنا البيان باللي كل قرار مهم لا بد أن يصدر عن المجلس الشوري وليس عن عباس. طيب أه لما قال السي مدني مزرق أنا جاز عندي في حزب بوضوح وقال إنه ينوي تأسيس حزب وإنه أه تحصل على بيعة شرعية وإنه استشار الشيوخ كذا وإنه الآن هو الممثل تقريباً الفعلي لحزب الفيس وإنه ينوي تأسيس حزب. انت جاوبت يعني بتقي الله ولا تؤسس حزب وانه موش ما ما انا مانيش نشوف كاع باللي الشعب الجزائري اليوم حل كل مشاكل نتاعو سوى وضعيته راه في ظروف حسنه محتاج برك يزيد حزب الاحزاب الاسلاميه راهي موجوده راهم سبعه ولا ثمانيه احزاب اسلاميه علاش نزيد حنا وحدة اخرى فاذا كان نحبوا نناضلوا من حقه يقول لك شيخ يعني إيه؟ هذا لا شوف من حقه نعم آه يقدم ملف للوزارة الداخلية إذا أعطته يستوفي الشروط من واجب الوزارة تعطي له الاعتماد هذا ما نتكلم عليه هنا أنا نتكلم عن مصلحة هذا الحزب هل من مصلحة الشعب الجزائري الأمي إنشاء حزب جديد أنا لا أرى ذلك ثم إذا حب يأسس حزب ما نقولوا لا لا يأسس على روحه ربي يعاونه يكون يعني يمثل الفيس من جديد آه يمثل روحه ما يمثل الفيس ولا الفيس لا يقدر يمثله حتى واحد إيه. ما يقدر يمثلوا حتى واحد الان القاده نتاع الفيس والمؤسسين المؤسسين نتاع الفيس راهم متفرقين كل واحد وين راه وكل واحد عنده جزء من الحقيقه وبالتالي الفيس الان يكذب اللي يقول انا نمثله ما يمثلوا حتى واحد يمثل نفسه ويمثل الجماعه اللي راح تكون معاه حتى بالحاج وعباسي حتى بالحاج وعباسي وش... مدني لا يمثلون الجبهه الاسلاميه يمثلون انفسهم ومن معهم فقط انت قلت شيخ بانه مناصره حرص على لم شمل الاحزاب الاسلاميه حقيقي. كيف ذلك والرجل يعني راح من اجل الرئاسه والزعامه راح اسس حزب وانشق على اخوان شوف الظروف اللي انشق فيها واسس فيها حزب لا انا ما نرجعش ليها خاطر ما عنديش تفاصيل تاعها لكن انا نقول واش شفت انا تلاقيت مع رؤساء الاحزاب الاسلاميه وحاولت نجمعهم، حاولت يعني نجمعهم بشكل يعني التشريعيات يعني اللي هم تلاقيت, ش... تلاقيت بالله مناصرة. مناصرة. تلاقيت بابو جرا السلطاني، تلاقيت مع ربيع فاتح ربيعي. ربيعي يعني قادة الأحزاب الإسلامية ذاك الوقت، تلاقيت مع عبد الله جاب الله، فحاولت أنني نجمعهم على قوائم موحدة باش يدخلوا بها للتشريعيات. اللي لقيت منه الاستعداد التام هما زوج فاتح ربيعي حفظه الله وبارك الله فيه وعبد المجيد المناصرة حفظه الله وبارك الله فيه، هذو كان عندهم استعداد كامل أبو لا. الباقي كل واحد يقول لك ايه ولكن بشروط، ايه ولكن لازم هذه، ايه ولكن زعامه يعني حسيت زعامه نوعا ما زعامه نوعا ما كاين حسابات قديمه ايضا كانت تتصفى كاين كاين اعتبارات كثيره داخله في الله. ولكن هذا الزوج صراحه قالوا لي امضي على بركه الله كل ما يجمع الشمل اذا حنا نروحوا كاع من الاحزاب هذه ونتنحوا رانا قابلين طيب كيف تشوف عاصفه الحزم هذه اللي تقودها السعوديه في اليمن باختصار شيخ عاصفه ستؤول الى خدمه مصالح امريكا اكثر مما تخدم مصالح العرب والمسلمين في المنطقه م. لان الان القصف اللي راه يوقع راه يوقع على المسلمين ما راه لا على اليهود ولا على النصارى ولا على امريكا ولا على حتى بلد راه يقع على المسلمين واسمهم الحوثيين ولا اسمهم حاجه اخرى المهم هم مسلمين اذا والتدمير اللي راه يوقع يوقع في بلاد الاسلام في بلاد اليمن اذا المآل نتاع هذه العاصفه لن يخدم الا مصالح امريكا واسرائيل التقيت او انت في اتصال مع بالحاج ام مازلتم متقاطعين عندي الان مده طويله ما ناش نتلاقى مازال بيناتكم الجفاء هذاك ما نقول مازال انا مانيش نتلاقى به ما يتلاقى بيا وبالتالي كل واحد راه يخدم في في الاطار اللي يشوفوه في القناعه نتاعو السلام ندمت انك تركت الدعوه ودخلت المجال السياسي الشيخ في حياتك حقيقه انا شوف انا كي دخلنا للجبهه الاسلاميه كنت انا مؤسس طبعا وكنت رئيس اللجنه الوطنيه للدعوه والارشاد انا ما تركتش الدعوه وفي الجبهه الاسلاميه انا ما درتش سياسه كاع من بدينا حتى حبست الجبهه كنت ندير في الدعوه كنت رئيس لجنه الدعوه شغلي مع الائمه مع الدعاه ما خدمت ما سياسه ما درت سياسه ما درت بيان سياسي ما والو فأنا عمري ما تخليت على الدعوة حتى منعت منها لما منعت منها راني قاعد في داري شكون اللي تشوف فيه مشروع رئيس فترة ما بعد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة والله صراحة يعني تحاليل كثيرة ولكن الأمر غامض جدا لا ما انت من منظورك انت ما تحدثتش على التحاليل والله يا اخي احنا منظورنا قال الشيخ الفلاني سلال بالخادم ويحيى من عارف بالصالح هذا هو احنا شوف السلطه حابه تفرض علينا قائمه معينه نتاع اولادها قال خير من اولادي رايس لا يا اخي الشعب الجزائري فيه غير هذه المجموعه اللي حكمت الحكم ولا كاين بزاف ناس ما كانوش في الحكم وهما دكاتره جامعيين بن فليس كذا يعني لا حمروش كان رئيس حكومه وبن فليس رئيس حكومه وبالخادم رئيس حكومه وهذا ويحيى رئيس حكومه وسلال رئيس حكومه سمحنا لازم نرجعوا للقديم ناخذوا منه واحد دراع لا انا نشوف بلي كاين آه كفاءات كاين دكاتره جامعيين نعرف البعض منهم والله غير مستوى عالي طيب جدا طيب من بين هؤلاء شيخ من بين الاسماء اللي من ذكرت بين أو... انا نقدر نسمي لك كاين محمد الهادي الحساني كاين محمد لامين بلغيث كاين لا عبد خلينا من الدكاتره وكذا لانه ربما اقرب للخيال من الواقع خلينا في الواقع شيخ من بين الاسماء اللي ذكرت لك الاسماء الثقيله السياسيه اللي ذكرت لك الاقرب منها اللي تشوفه الاصلح خليني نقول الأصلح آه الاصلح ما نقدرش ما نجاوبك ولكن الاقرب انا بين اثنين يعني ممكن اما سلال اما يحيى طيب نفضل ربما قبل ما نعطيك كلمه ختاميه انت قلت بانه عباسي مدني عنده فكر خاص كيف يعني فكر خاص؟ الفكر تاع عباسي مدني معروف هو انه يعني شخص يحب الراي نتاعه يعني هو اللي يفوت هو اللي يقبل وكل من يعارضه خاصة إذا يعارضه علانية في وجهه صراحة يعني يولي يشوف فيه بنظرة ما مليحة ويولي يثير حوله الشبهات إلى آخره أنا دارها معايا كنا متفاهمين وكنت نحترمه يحترمني كنت نروح ليه لداره في الوقت اللي الناس قاطعوه لما خرج من السجن في 84 ولا في 85 كانوا الناس ما يروحولوش لأن الشرطة داروا له كروسة يعني سيارة شرطة تحت العمارة نتاعو وتحرس كل من يأتيه تأخذ منه بطاقة تعريف وتسجله كذا ولا واحد ما يروح له أنا كنت نروح له يا أخي وكنت نحبه ونحترمه ولكن بعد ما مارسنا السياسة مع بعض وخدمنا في الحزب يعني كيف كيف صراحة شفت باللي ما نقدروش نروحه بعيد بالأفكار نتاعي ونتاعه مستحيل أنا عندي هو وعنده اتجاه بارك الله فيك شيخ علي الحوار طبعاً. شكرا جزيلا يعني أعزائي المشاهدين إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصة بوضوح انتظرونا في العدد القادم الأسبوع القادم إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم